الجمال أرى والحب مختزلا مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مهتملا مهتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألم ألم يا ليبيا حنايا الروح والقبلة السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج موطني. نبدوها وزي العاده بالحديث عن اخر التطورات في ملف وباء كورونا، عافانا الله واياكم. طبعا من اول الاخبار اللي قبل ما نقوله الاحصائيه ان المركز الوطني غير موعد نشر السجل اليومي اللي هو لعدد الحالات اللي تم تسجيلها، واصبح بدل ما ينزل الفجر بدا ينزل الظهر، وهذه خطوه كويسه. يعني في ناس ممكن حتى تصهر باش يستنوا ظهور النتائج وفي الموقع أو الصفحة الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وموعد الظهر هذا موعد كويس جدا، يعني أغلب دول العالم لاحظوا فيها بتوقيتهم المحلي، ما ناخدوش بتوقيت ليبيا، تنزل الظهر، في اللي ينزل الصبح، في اللي ينزل حتى الساعة 6. يعني الأردن بتوقيت ليبيا ينزل يوميا الساعة 5 العشية بتوقيت ليبيا، وهذا جدول وموعد ثابتين عليه من شهر 3 اللي فات. الموضوع الآخر طبعا عدد العينات واللي صار بالضبط. اللي صار تاريخ السبت 11 يوليو، هذا النتائج اللي وصلت يوم السبت 2020، طبعا 44 حالة موجبة في طرابلس، 5 حالات جديدة، تم فحص الحالات في المختبر المرجعي لصحة المجتمع، سبها 10 حالات مخالطين وحالة جديدة، المجموع الكلي 11 تم فحصهم في مركز الوطني مكافحة الأمراض في سبها. الغريفة حالتين مخالطات فقط، تمنهنت 8 حالات منهم، 9 حالات منهم حالة جديدة و8 حالات مخالطة، سمنو حالة جديدة، الشاطئ حالة مخالطة، زليطن حالة مخالطة، أيضا عندنا الجفرة 3 حالات جديدة، مصراتة عدد 3 حالات مخالطة ما فيش حالات جديدة، الخمس حالة واحدة جديدة، بوغرين حالتين، جنزور حالتين، بنغازي حالة مخالطة وحالة جديدة، مجموعة في بنغازي حالتين، راس لانوف حالة، المركز الوطني أيضا أعلن شفاء حالة من سبها ووفاة حالة أخرى من سبها، وهيك يكون المجموع عندنا في ليبيا إجمالي الإصابات 1433، الحالات النشطة 1053، الحالات المتعافية 341، الوفيات 39. إدارة الأزمة مقارنة بالأرقام اللي نقرأ فيها في الدول الثانية، احنا ليبيا محظوظين، كنا محظوظين ان المطار كان مسكر وان ما عندناش موضوع السياحة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عكس باقي العالم، وخذينا انذار مبكر. يعني وقت للعالم كانوا الحالات بالملايين، ليبيا كانت الحالة ما زالت الحالة الصفرية او الحالة صفر. القصة ان احنا لما هيئتنا هذه الظروف، وهذا شيء كان رحمة من ربك، يعني ردوا بالكم وسكروا مطاراتكم وحتمشي امورنا، لان يعني ربي عالم بحالنا وعالم بحال البلاد. لكن لا، احنا نسكتوا لا طبعا، كيف ما عندناش كورونا، نمشوا نفتحوا المطار ونروحوا بالليبيين اللي برا، نمشوا نديروا قانون حظر تجول وما يسمع الكلام حد وما فيش رادع والناس تدور، وال تصاريح تطلع للمعارف والصحاب، ما نسكتوش طبعا، نكمل ونديروا زي ما قلت لكم العراس والعزاوات والخيم في النص. إدارة الأزمة اللي وصلنا للرقم هذا، تعالوا نتكلموا بشكل مبسط جدا وركزوا معي بالله. في شهر 3 كانوا عدد الحالات، أو خلينا نتكلموا من شهر 4، نهاية 4 كانت عدد الحالات في ليبيا المجموع بالكامل ما يجيش 15 حالة، مقابل أن عدد الحالات في الأردن كان 1000
حالة. من شهر 4 لغاية 13/7 عدد الحالات في الأردن 1433 حالة، كان الرقم غلط صلحوا لي شباب. وعدد مجموع الحالات في ليبيا بالكامل خلال الأربع شهور ليبيا 1433 والأردن 1127. يعني الأردن خلال الأربع شهور هادمة والثلاثة شهور زادوا 1176، بارك الله فيك يا بخرجنا، 1176. الأردن زادوا خلال الثلاثة شهور زادوا 176 حالة. ليبيا خلال الثلاثة شهور رجينا ل 1400 حالة. يعني احنا نقارن فيكم بالدولة اللي أنا مقيم فيها ونشوف في الإجراءات فيها، ما نبيش نتكلم عن لكن نحكي على شيء نشوف فيه بعيني. ليش الأردن اللي كانت مطاراتها مفتوحة وصلت للحالة هذه، واليوم لله الحمد ورب يدوم إن شاء الله الحالة السفرية في الأردن للثالث يوم أو رابع يوم على التوالي، ليش الأردن تحديدا ماشية بالنمط هذا والأرقام يعني في تقلص وفي انتهاء؟ لثلاثة عوامل رئيسية: إدارة كانت حكيمة للأزمة، العناصر الطبية والمستشفيات كانت مهيئة ومجهزة، والأطباء كلهم كانوا، حتى أطباء اللي تخصصاتهم اللي همش علاقة بالأوبية كانوا في المستشفيات وراكدين احنا بالفلاج نقول بالعرض غليكاي، واللي هو العامل اللي تكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت كان موجود، العامل الوطني وعامل التربية والبيتية. العامل الثالث ثقافة المواطن وثقافة الشارع. ثقافة المواطن تمثلت في احترام قوانين الدفاع. المواطن ما دارش حاجة أكبر من هيك. المواطن احترم القانون. أول أسبوع عديناه في الأردن عدينا أسبوع حظر شامل. مخابز صيدليات كلها مسكر. أسبوع ما فيش أي محل فاتح إلا المستشفيات فقط. المواطنين في بيوتهم. ما تطلعش، أنا قاعد في بيتي ونحكي معاكم والله كأني قاعد في بيتي حاليا ونحكي مع عائلتي وناسي. نطلع من البلكونة في بيتي ما نلقاش في سيارة خاطئة. عدد التصريحات لدولة فيها أكثر من 10 مليون ما وصلتش حتى يعني ل1% 2%. الجهات اللي كانت لازم تخدم طلعوا لها تصريح، الجهات الأخرى اللي كانت ضرورية لكن لازم يديروا حل، يعني زي مثلا القناة كنا نشتغلوا من البيت. أنتم ممكن شفت المذيعين بس طلعوا من البيت، لا كان فيه الأخوة في المونتاج في الإعداد كلهم كانوا يشتغلوا من بيوتهم، الأخوة في كمخرجين كتصوير كان في بعض التصاريح اللي يشتغلوا. ما نبيش نطلع لكم الموضوع، لكن خلونا نركزوا في النقطة هذه ونبي نطول فيها ونفهمها مع بعضنا. الوعي والثقافة والوطنية بتاعة المواطن، احترم قوانين الدفاع. بعد ما احترمهم الدولة لقيت ان الرقم اللي كان في اليوم يتسجل مثلا نقول انا على سبيل المثال 200 حالة بدأ يتسجل 20 حالة لان ما فيش حركة. فطبعا الدولة هي مش حطاتك في البيت يعني كرها فيك، لا هي خوفا عليك. بعدين قلت لك والله هنفتحوا لك عندك من الصبح للساعة 5 العشية وممنوع السيارات وتمشي للمحل اللي في جنبك فقط، والمحل فيه مديرين خطوط معينة ولازم تكون لابس كمامة ولابس الجوانتيات. مشينا بالموضوع هذا لغاية ممكن بداية رمضان والناس كانت ملتزمة وفي سيارات نادرا ما تمر سيارة اللي هو عنده تصريح. بعدها برضو الوضع بشيء تمام، قال لك يلا عندك كفاف بداية رمضان، قال لك معاش للخمسة بدت للستة وللسبعة وفتحوا معاها السيارات، قال لك يوم يطلعوا الطارقات الفردية ويوم الزوجية اللي هو آخر رقم فردي أو زوجي. بعد الحالة مشت تمام، الناس احترمت بعض التجاوزات هذه يعني تصير في أي مكان في العالم. بعد ما احترموا الموضوع هذا قال لك يلا هاي نلغوا حتى الزوجي والفردي. مشت الأمور تمام، الناس التزمت، الدولة احترمت هذا الالتزام وغيروا لهم مرة تانية وداروا لهم رفع الحظر لغاية الساعة 12 في الليل وعودة كافة القطاعات تدريجيا إلى العمل لغاية ما اليوم احنا قاعدين ما فيش قطاع في المملكة الأردنية ما رجعش للعمل مع الاحترام والالتزام بقوانين الدفاع. هذا من جهة المواطن.
كل ما كان المواطن يحترم في القوانين كل ما كانت تزيد تنفتح في وجهها. يعني احنا لو خدينا مثلا اول اسبوع في الاردن الناس ما احترمتش قانون الدفاع ويطلعوا ويخشوا ويسلموا على بعض، رأي الارقام اليوم بعشرات ومئات الالوف، والحمد لله الفضل قبل كل شيء لله، وفي اداره كانت وفي مواطن كان ملتزم. ادارتنا للاسف في الازمه، واعتذر هنا من كل الاخوه في وزارتي الصحه، اداره كانت فاشله. الموضوع ما هوش اليوم نتكلم مع السيد محمد هيتم ونتكلم مع الدكتور سعد يقول لي لا احنا جهزنا وعندنا مستشفيات عزل وعندنا كل شيء لا لا، الموضوع مو ومش دي اللي مستشفى، دي اللي 50 سرير. اليوم انت قوتك كوزارة في الأطباء اللي رفضوا يمشوا للعمل، انت المفروض السلطة العليا، انت اللي تتخذ القرار وهو ينفذ. الأطباء في ليبيا وهلبة قطاعات لكن مركزين مع الأطباء، الأطباء في ليبيا طالبوا بزيادة مرتبات، الدولة قلت لهم تمام، جو بنحوا علاوات معينة قال لك لا، في المستوصف يخدموا يومين في الأسبوع، يومين يمشوا ساعتين وثلاثة وأربع ساعات ويروح، قالوا لهم بدي لكم دوامكم ثلاثة ولا أربع أيام، داروا كشوفات ووقعوا وكيف تديروا لنا أربع أيام. هذا الجانب الطب، الدولة فاشلة في شيء، ناخذوا ما هوش كلامي نيه ولا قاعد نيه نتفلسف عليكم ولا شيء، هذا هو هذا كلام تصريح لأحد وسائل الإعلام، نقرأ لكم أول ثلاثة سطور. صرح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار في مقابلة لأحد وسائل الإعلام المحلية إن المركز سحبت منه كل الصلاحيات وأن دوره أصبح يقتصر على إعلان نتائج التحاليل وحصر الحالات المصابة والوفيات بالإضافة إلى مسؤوليته على فرق الرصد. حلو الكلام، ليش سحبوا الصلاحيات من الدكتور؟ وأي صلاحيات سحبت من الدكتور بدر الدين؟ الصلاحيات اللي فيها بزنس. الدكتور بدر الدين اليوم ما قدرش يمشي يجيب عينات، ما قدرش يجيب غرف عزل. الدكتور قول لنا شن تبي وما ليكش علاقة يجيب كل شيء تبي وما ليكش علاقة كيف جاء، جاك بدولار جاك بمليون انت قول شن تبي ويجيك. بعدين برضو لقوا الدكتور طلباتها شكلها بسيطة، البزنس ما مشاش معاهم، لا لا دخلوه على جنب، داروا لجنة مشتريات. انت لما تجي تقول لي نين جاهزت مستشفى عزل في تمن هند، يا بني آدم في حد يشري يعني فرشات السيارة قبل ما يشري سيارة؟ تجهز لي في مستشفى وانت ما عندكش عناصر طبية، وانت عارف ما عندكش، وانت عارف ان العناصر الطبية مش حتمشي ومش حتداوم، انت عارف الشيء هذا، لكن لازم تدير في تمن هند لانه 50 سرير، السرير فيه مكسب اشبه كم الف، وغرفة العزل فيها كم، هذه سبوبة. العالم كله تعامل مع ازمة كورونا انها ازمة ويسعى لحلها، الا في ليبيا تم التعامل مع ازمة كورونا انها هي بزنس جار. اليوم دكتور بدر الدين النجار يقدر يقول كلمة من الكلام اللي أنا قلتها؟ ما يقدرش، لأن معالي وزير الصحة في الحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد هيتم، وأنا مش غلط عارفه وكيل، لكن هو وزير الصحة. وين وزير الصحة؟ من فيكم يعرف وزير الصحة يخش معنا مداخلة توه ويقول لنا شندار؟ عمركم ريتوه؟ لجنة المشتريات واللجان المشتريات من اللي مسيطر؟ من اللي يمشي؟ توقيع محمد هيتم ولا توقيع وزير الصحة؟ محمد هيتم تكلموا عليه البلديات كلهم حاربوه وحاربوه على الصحة، في منهم اللي عارف انه في غلط، في منهم يبي بعض الاختصاصات تجي، لكن ما علينا، كانت الحرب صحيحة. اليوم البلديات هذه وين؟ سكتوا، قالوا بيحولوا محمد هيتم، مشي لقطهم في مكتبة وجايب لهم بيان كاتبه هو وجماعته، مكتوب نحن عمداء كذا كذا انقعمزين، قروا البيان صفقوا وروحوا. اليوم أزمتنا مش في محمد هيتم بس، ولا أزمتنا في الدكتور سعد عقوب، ولا أزمتنا في السيد السراج، ولا أزمتنا في السيد عبدالله التني، أزمتنا أزمة مواطن، أزمة احترام قوانين، أزمة وطنية، أزمة ثقافة. للأسف بس مو مني الكلام هذا، واللي بيزعل يزعل. لما تقول لي لا والله كيف تقول لك باي برالي
للي دار عزاء، برا للي دار عرس، برا للي دار اسبوع. هذا وطني، هذا مثقف، هذا يعرف ثقافة وعنده وعي باللي صاير توا. لما يدير لي عرس، شنو العرس؟ والله يعضيق هيك، لمينا العيلة 60-70 نفر. 60-70 نفر، هو التجمعات في العالم كله 4-5 نفر ممنوع. اليوم الدكتور بدر الدين النجار عربية يا ليبيين قال لكم سحبوا مني الصلاحيات، قالوا لي انت ما دخلك في شيء. المركز الوطني لمكافحة الأمراض قبل كورونا والله ما يتلفتوا له. أنا داير في وسط حلقة في شهر 2-2019 مع الدكتور بدر الدين، مشيت مكتب بسيط مقر حاطيننا في عين زارة غديكاي، والراجل يتكلم لا في ميزانيات لا شيء، آخر موضوع تطعيمات يجيبوا تطعيمات وخلاص. اليوم ولا المركز هذا يتعاركوا عليه كلهم. واحد من الناس وأولهم أنا جيت قلت لهم والله الحمد لله أن هذا الجسم مركز الوطني لمكافحة الأمراض ما تقسمش زي باقي الأجسام. قالوا لي لا ما تقسمش على خاطر حاجة واحدة، نحكي قبل الكورونا، لأن ما فيش بزنس. خليه جسم واحد بدر الدين النجار شين بيصرفوا له في السنة، وحتى الصرف ما يصرفوا لاش، يجيبوا الإمداد الطبي هاك بدر أصرف، مع احترامي لحفظ الألقاب الدكتور بدر الدين النجار اللي حاولت نتواصل معك قبل الحلقة وتوضح لي تصريحك. هو التصريح يقول فيه شنو الدكتور؟ أكد على أن إنشاء أجهزة تعمل بشكل منفرد والمركزية التي تتسم بها اللجنة العليا العلمية الاستشارية في ظل غياب الأذرع التنفيذية من الأسباب التي أدت إلى انتشار الفيروس. يعني اللجنة العليا هذه اللي بدل ما تخلي الحالات الألف هم ما يكونوا 100، خلوا الحالات من 100 للألف. هذا مش كلامي، هذا كلام الدكتور بدر الدين. وأشار إلى أن المركز الوطني يعمل بمساعدات قدمت له من بعض الجهات بالرغم من تخصيص مبلغ 15 مليون إلا أنها لم تصرف حتى الآن. مركز وطني للأمراض، ناس صرفت مليارات، دول جيرانك دول فقيرة ما عندهاش لا نفط زيك لا عندها أي حاجة، صرفت مليارات، وانت صرف المركز الوطني 15 مليون. 15 مليون تقضوا بهم في صهرية. بلدية بن وليد أعلنت هي الأخرى عن جملة من الإجراءات الاحترازية على أثر تسجيل عدد من الإصابات داخل المدينة، ومن أبرزها طبعا إعلان البلدية إقفال جميع المنافذ لمدة 10 أيام بالإضافة إلى إقفال المقاهي والمطاعم. خطوة مهمة من البلدية ونشكرهم عليها، لكن الموضوع زي ما قلنا لكم بكري، خطوة دارتها البلدية حلوة، هل المواطن حيلتزم؟ في طرابلس في عز الأزمة قهاوي فاتحات، كيف فاتحة وتبيع في مكياطه والقرار طالع؟ قلت لا لا ما بتعرفهاش، قهوة فلان يا رجل يجي يشرب منها فلان وفلان. حتى في المرض، حتى في الوباء اللي ما يعرف واسطة حطوا فيه واسطة. عموما تعالوا نشوف مع بعض، نشوف التقرير هذا ونرجع ونكمل باقي فقراتنا. صرح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية بأن المركز سحبت منه كل الصلاحيات، وأن دوره أصبح يقتصر على إعلان نتائج التحاليل وحصر الحالات المصابة والوفيات، بالإضافة إلى مسؤوليته عن فرق الرصد والتقصي، مضيفا أن الصلاحيات تم نقلها إلى اللجنة الاستشارية العلمية العليا. النجار أكد على أن إنشاء أجهزة تعمل بشكل منفرد والمركزية التي تتسم بها اللجنة العلمية الاستشارية في ظل غياب الأذرع التنفيذية هي من الأسباب التي أدت إلى انتشار الفيروس، وأشار إلى أن المركز الوطني يعمل بمساعدات قدمت له من بعض الجهات بالرغم من تخصيص مبلغ 15 مليون دينار إلا أنها لم تصرف حتى الآن. وفي ظل استمرار ظهور عدد من الإصابات غربا، أعلن عدد من البلديات قرارات جديدة من أجل مجابهة الفيروس. بلدية الخمس كانت إحدى البلديات التي أعلنت يوم أمس جملة من الإجراءات الاحترازية، من أهمها إعلان حظر التجول للمركبات داخل البلدية على مدار 24 ساعة، وذلك لمدة أسبوع، فيما سمحت بالتجول على الأقدام خلال ساعة معينة. بلدية بني وليد أعلنت هي الأخرى جملة من الإجراءات الاحترازية على إثر تسجيل عدد من الإصابات داخل المدينة،
من أبرزها إعلان البلدية إقفال جميع منافذ المدينة لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى إقفال المقاهي والمطاعم. وفي زلة ناشد المركز الصحي وزارة الصحة ضرورة العمل على توفير الدعم بالمستلزمات التي يفتقر إليها المركز والتي يحتاجها لمجابهة الظروف الحالية. نحن نتمنى من جميع القطاعات وخصوصا قطاع الصحة أن يدعمنا بالجميع النواقص، لأن للأسف الفترة هذه في البلاد في شح كبير في جميع المواد، وخصوصا عندنا هنا في المركز الصحي زلة نعاني من نقص كبير في المواد اللي تقي جميع الطاقم الطبي في زلة، من تمريض ومن فني أشعة ومن إداريين ومناوبين وعلى جميع الأصعدة. فلذلك نتمنى من الجميع أن يساعدنا، ونتمنى من الناس أنهم يحاولوا يأخذوا حذرهم ويستمروا في التباعد الاجتماعي والتعقيم ومحاولة الابتعاد عن أي ازدحام قد يؤثر أو قد ينشر العدوى. شرقا، عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا السبت اجتماعا مع اللجنة الطبية الاستشارية، تناول الوضع الوبائي في ليبيا وأوضاع مراكز الحجر والعزل الطبي. وزير الصحة أعلن أن الوضع الوبائي في ليبيا انتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار، مضيفا أن هناك 30 بؤرة وبائية جديدة سجلت في ليبيا. من جهته صرح نائب اللجنة الطبية الاستشارية بأن المنطقة الممتدة من سرت غربا وحتى مساعد شرقا لم يسجل فيها سوى 73 إصابة بالفيروس، مضيفا أن نسبة الإصابة في هذه المنطقة تمثل 7% من إجمالي عدد الإصابات. وللتعايش مع الفيروس أعلن وزير التعليم في الحكومة الليبية أن الشهر المقبل سيشهد عودة الامتحانات لمؤسسات التعليم العالي. أما فيما يتعلق بمراحل التعليم الأساسي والمتوسط فقد تحدث عن وجود عقبات مالية تحول دون توفير الظروف الصحية اللازمة لإجراء الامتحانات لطلبة هذه المراحل، معربا عن أمله في حل الأزمة بعد عيد الأضحى. الإعلان زي ما سمعته في التقرير، شكرا للزميل مصعب وللزميل حسن البكوش على قراءة هذا التقرير. الاحتواء، من مرحلة اليوم من مرحلة الاحتواء مشينا لمرحلة الانتشار، وهذا واضح في الأرقام. قبل نسجله في حالة في اليوم حالتين، وصلنا لسبعة ثمانية، بعدين 12، بعدين 20، اليوم سجله بالـ80 وبالـ70. الكارثة مش هناي، عارفين الكارثة وين؟ الكارثة ان احنا ناخده في عينات من المخالطين او من ناس جت قالت انا والله عندي اعراض جايني بنكشف، ما عندناش العينات العشوائية. يعني احنا في اليوم ناخده في نقدر نقوله 600 عينة 500 عينة، نجي نكشف ونلقوا في 63 64 يعني 10% من العينات موجبة. خلونا ناخذوها نسبة وتناسب، اوكي؟ اليوم عندك 10% من العينات موجبة، لو خذيت 6000 عينة في اليوم زي ما ياخذوا الأردن ومصر والدول هذه، ما نبوش نقولوا مصر رقم كبير وبشر هلبة، لكن أغلب العالم ياخذ مش أقل من 1000 عينة في اليوم لغاية 200 و 300 ألف. خلينا نقولوا لو خذينا 6000 عينة في اليوم، معناه أنت عندك في اليوم 600 حالة، عندك 600 حالة حتسجلها في اليوم. ما تفرحش لما تقول أنا 60 بس، أنت 60 بس، شوف قبل ما تقول كويس ولا مش كويس قول قديش خذينا عينة اليوم. يقول خذينا 600، 10%، معناه لو خذينا 1000 عينة معناه 100 بني آدم، لو خذينا 10,000 معناه 1000 بني آدم. وهذا اللي صاير منتشر وياكل فينا كبيناتنا، لكن احنا عادي دير عرس يا راشد، الواحد قديش بيفرح مرة. لا ما كان نأجل العرس مرات الموالي، الله والله ثقافة شعب يا مشاهدينا، والله نتكلم ومتضايق، ثقافتنا ثقافة الشعب والوطنية اختفت. ناس قالوا لك هذا مرض يقتل، احنا قطاعنا الصحي، طلعت لك وزارة الصحة بشكل رسمي قالت لك قطاعنا الصحي في ليبيا مهتز والموضوع راه في خوف، فيا مواطن مشي معانا سيرنا، امشي بالقوانين اللي تطلع. كيف يلغي عرس ولا يلغي مأتم؟ الرادع، غياب الرادع. نستقبله مع بعض الأستاذ المحترم معتز طرابلسي الناطق باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية. سيد معتز السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا سلام عماد وبشكل مشاهدينا الكرام.
مرحبتين بك معتز. معتز خليني نبدا معاك بعيدا عن اللي ديما في اللقاءات وعدد الحالات وكيف تقيم الوضع. خليني بالله بنسالك توا كمتابع ومعتز مواطن ليبي، كيف شايف تعامل المواطن مع هذه الازمه بعيدا عن الوزاره، وبما انك انت الناطق باسم الوزاره معتز. بالتاكيد احنا دائما رانا والله من بدايه كورونا، خلينا نحكي بكل العاميه وكحديث معنا كل الشعب، من بدايه كورونا من خلال 14 يناير من عام 2020 نوصي ونحذر وفرضنا حظر الاتصال والتباعد الاجتماعي وتوعيه وتفكير صحي عبر العديد من القنوات ومنها قنواتكم، ولكن للاسف الشديد ربما حتى الظروف الاقتصاديه وازمه السيوله وغيرها من مشاكل الحياه اليوميه اثرت تاثير كبير جدا على فرض سواء كان حظر التجوال او التباعد او حتى الزحام او منع الزحام سواء كان على صواني الغاز او حتى على البنزين او حتى على السيوله في المصارف. كل هذه الامور نحن نختلف على جميع دول العالم بالاضافه الى هشاشه الوضع الصحي. يعني ربما وزير الصحه كان اوضح في هذا الموضوع بكثير وتحدث بكل صراحه حتى كان اخر ليله البارحه سواء كان في اجتماع اللجنه العليا او غيرها. لكن طبعا دائما تعودنا على المواطن في ظل هذه الظروف في ظل الانقسام السياسي والتاثير وعدم فتح الاعتمادات المستنديه وعدم توفير الادويه والمستلزمات الطبيه ربما بهذه كلها، ولكن الحمد لله بهذه بفضل الله اولا وفضل الحكومه الليبيه ودعمها المتواصل لوزاره الصحه ولوزير الصحه جهزنا مراكز العزل السريري الطبي بالكامل في كل ربع ليبيا، وانا مناقض هذا الكلام، وجميع المستلزمات الوقائيه جاهزه، اجهزه التنفس الصناعي، كل هذه الامور متوفره جدا. ولكن كما قلت لكم نؤكد ان هشاشه الوضع الصحي دائما تستطيع استيعاب كل الاعداد لا قدر الله لا سمح الله لو حدثت جائحه وانتشار هذا الفيروس في كل ربع ليبيا، ليس هناك اجهزه تنفس ربما تكون كافيه لكل الليبيين. ولكن كما قالت رئيسة اللجنة التشارية في حديثها ليلة البارحة ربما تعول على العزل المنزلي في الفترة القادمة. نعم. اليوم معتز جزئية مهمة جدا وتحدث عنها أغلب الليبيين، البعض يقول وأنا وأحد المواطنين هذا بعيدا عن هذا المنبر أيضا قلت العالم كله يثني على الجيش الأبيض في ليبيا، مع احترامنا ونرفع القبعة ونضرب حتى التحية الآن على الهواء لكل طبيب يعني موجود داخل أماكن العزل، ولكن بعض الأطباء ونسبة كبيرة للأسف أتحدث في ليبيا بالكامل خذلوا الليبيين. الأطباء اللي تحدث معهم حتى عنهم الدكتور سعد عقوف في حلقته معي اللي انسحبوا أخوي معتز وقال لك نفسي نفسي، اللي هو ياخذ في سنوات علاوة العدوى وحالة في القسم أنه هو يحمي المواطن وأنه هو يشتغل بكل ذمة وضمير. الرادع وغياب الرادع، هل تدرس وزارة الصحة اليوم بأن يكون هناك رادع لكل من انسحب من أرض المعركة؟ نعم، نحن عادة دائما الوضع المادي يؤثر تأثير كبير، ولكن كنا سباقين في إصدار قرار قبل كل الحكومات ربما بمكافأة للعناصر الطبية والطبية المساعدة الكيسرية للعرض الطبي 10,000 دينار و7,000 للعنصر الكثير المعروف بالتمريض، وايضا 5,000 للعناصر التيسيريه من رجال الاسعاف الطوارئ المشاركين في ظل جائحه كورونا. لكن بهذا كله ربما دائما اعمار المدن باهلها وخاصه في الجنوب الليبي، فعلى ابناء الجنوب اولا من العناصر الطبيه والطبيه المساعده الالتفاف الى اهلهم في الجنوب الليبي وخصوصا مدينه سبا، سواء كانوا المتواجدين في الغرب الليبي او في الشرق او حتى في المنطقه الوسطى، عليهم التوجه اولا الى منطقتهم واهلهم قبل كل شيء. الموضوع انساني قبل ان يكون مادي، ولكن حتى الامور الماديه تم احلالها بقرار ربما من بدايه جائحه كورونا او حتى قبل انتشار اي حاله داخل ليبيا. لكن الى هذه اللحظه ربما عزوم بعض الاطباء انتهجنا نهج جديد، والان يتم تطبيقه هو القوافل الطبيه او البرنامج الموسع للقوافل الطبيه. الان يتم تجهيز من خلال استحداث هذا البرنامج الجديد وتجهيز القوافل الطبيه من شرق وغرب جنوب البلاد وتحمل نفقة تسفيرهم إلى جنوب الليبي وإلى سرت. هناك قافلة الآن في سرت ستتوجه أيضا قافلة إلى سبا وباقي المناطق من أطباء للأسف ربما من الشرق أو غيره، ولم يستجيب أطباء من سبا إلى هذه اللحظة للتوجه إلى جنوب الليبي. ربما نعول على عناصرنا الطبية وفي مركز العزل السريري الطبي وخرج معالي وزير الصحة وتم جهوده والمتواجدين هناك، ولكن الامر غير كافي، نحتاج العديد من العناصر الطبيه لتخفيف العبء على زملائهم هناك، ونثمن جهود عناصرنا الطبيه في بلديه سبا التي لم تغادر مركز العزل السرير الطبي لهذه اللحظه.
دكتور أستاذ معتز، أيضا أنتظر إجابة على سؤالي، آلية التعامل، هل هناك دراسة تقوم بها الوزارة أو هناك خطوة ستقوم بها الوزارة للتعامل مع العزوف الحادث من بعض الأطباء، وكيف سيتم التعامل معهم؟ الآن يتم من خلال لجنة إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة عزوف الأطباء والعناصر الطبية وإحالة تقريرها بالكامل إلى معالي وزير الصحة. من تقاعس صدقني يعني الوضع سيكون غير في حالة انتهاء من هذه الجائحة وحتى تخفيف انتشار هذه الجائحة والسيطرة عليها. لكن في ظل هذه الظروف نحن نحشد كل القوى من العناصر الطبية والطبية المساعدة ربما لمجابهة فيروس كورونا الذي عجز العالم بالكامل، ولكن كل شيء تقصده إدارات ومكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات، لدينا أعين ساهرة في كل مكان، وأعلن وزير الصحة لن يتهاون على أي تقصير أو حتى نقل المرضى بين المدن هروبا من كورونا وعدم مجابهة كورونا في مراكز عزل غيري وتم تحويلها إلى بنغازي وكذلك من شبهة إلى باقي المدن. كل هذه الأمور نرصدها ونتابعها ولن نتهاون، وهذه كلمة معالي وزير الصحة في حديثه وتصريحه ليلة البارحة، لن نتهاون بأي تقصير، ولكن الآن في ظل مجابهة فيروس كورونا لازلنا نناشد أطبائنا على الصحة الطبية الذين تقاعسوا عن مجابهة هذا الفيروس، هذا دورهم، هذا مكانهم الحقيقي الآن في مراكز العزل السريري الطبي. كما قلت لك لازلنا نتمم الجهود بالكامل، الأمور المالية والمكافآت رصدت بالكامل بقرار من دولة رئيس الوزراء، ولكن مكاتب التفتيش والمتابعة ترصد وتتابع كل هذه المجريات وكل من تقاعد عن العمل سيتم محاسبته وفقا للتشريعات الآن. نعم أستاذ معتز، من التصريحات اللي أثارت ضجة خلال الساعات الأخيرة تصريح الدكتور بدر الدين نجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تصريح لأحد وسائل الإعلامية بأن المركز سحبت منه كل الصلاحيات، كيف ترى وزارة الصحة بالحكومة الليبية تصريحات الدكتور بدر الدين نجار بحديثه عن سحب كافة الصلاحيات وأن دورهم أصبح يقتصر على إعلان نتائج التحاليل وحصر الحالات فقط؟ نعم تابعت تصريح بدر الدين نجار. دكتور بدر الدين نجار من الكفاءات العلمية العالية ومن النخب الليبية التي نعول عليها كثيرا. أيضا بدر الدين نجار حقيقة تعامل مع الوضع الوبائي في ليبيا والبحث خاصة أو حتى التواصل مع منظمات الصحة العالمية بشفافية ومهنية عالية جدا، يتعامل حتى مع الطرفين في ليبيا بكل مهنية عالية من خلال وزارة الصحة وكافة الحكومة الليبية المؤقتة أو حتى وزارة الصحة المتواجدة في طرابلس، ولكن التصريحات ربما أحدثت العديد من الفارقات. أولا أن المركز هو المختص وذو الاختصاص الأصيل في مثل هذه الأوبئة وهذه الجوائح، تعامل مع H1N1 مع بلونزا الخنازير والطيور. المركز الوطني لمكافحة الأمراض لديه من الخبرات والكفاءات التي تعول عليها الدولة الليبية في شرق وغرب وجنوب البلاد، ولكن مثل التصريحات بدر الدين نجار وكأنه يقول الأمر خرج عن مركز مكافحة الأمراض ويرمي بها على وزارة الصحة بعدم تخصيص الأموال أو حتى توفير الموارد وكافة الإمكانات إلى مركز مكافحة الأمراض، ولكن مركز مكافحة الأمراض ربما تصريح بدر الدين النجار أراه متأخرا جدا في ظل انتشار جائحة كورونا. لابد من بدر الدين النجار خاصة من ليبيا شريك حقيقي لدى منظمات الصحة العالمية أو غيرها من منظمات اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية التي لها بروتوكولات عالمية مع ليبيا، وليست حديثة اللحظة ربما من أول ما أنشأت منظمة الصحة العالمية وليبيا تدفع في اشتراكاتها لهذه المنظمات الدولية وفقا للبروتوكولات الدولية الموقعة مع ليبيا. بدر الدين النجار لابد أن يتحرك نحو منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية لها دور كبير ولن تحترف بليبيا إلا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. لكن بدر الدين النجار ربما تصريحاته أنا أعتبرها على الصعيد الشخصي متأخرة جدا وليس في محلها، ربما أن يريد أن يقفز من المركب قبل أن تغرق، ولكن إن شاء الله على سرنا الطبية وليبيا تكون في حفظ الله وأمانه. ولكن بدر الدين النجار لابد أن يتحمل هذه المرحلة ولابد للمنظمة الصحة العالمية تكون لها دور أكبر وليس تصريحاته بأن لم يختصر فقط على إصدار الإحصائيات، ربما يصدرها كل من هو في الشارع الليبي الآن، الإحصائيات معروفة لدى الجميع. أيضا منظمة الصحة العالمية تعقد التحقيق اليومي للوضع الوبائي سواء كان العالمي أو حتى للدول الأمريكية وغيرها من الدول، ربما هذه ليست شغل الشاغل لمركز مكافحة الأمراض، لابد أن يقوم بمهامه
في الوقت الحالي ربما عن طريق منظمة الصحة العالمية، ربما الانقسام أثر تأثير كبير على مركز وقاحة الأمراض كما أثر على باقي القطاعات والمنظمات وأيضا حتى الوزارات وعملها. نعم، أنت قلت كلمة مهمة أول هذه لازم نرجع لها، في وصفك لما حدث مع الدكتور بدر الدين قلت أعتقد بأنه يريد أن يقفز قبل أن تغرق المركب، هل نحن اليوم في اتجاهنا إلى كارثة أكبر بحكم كلمتك ما هيش سهلة كلمة غرق؟ يعني هل المركب في اتجاهها اليوم إلى الغرق أم ماذا؟ بالتأكيد كان فقدنا مركز مكافحة الأمراض وهو جهة طبية استشارية له خبرة في ليبيا، فلذلك وهذا تصريحات من هو على أعلى هرم مركز مكافحة الأمراض، ربما كل هذه التصريحات تكون محبطة لعناصرنا الطبية والطبية المساعدة، وخاصة أن الأوضاع الوبائية الليبية بكل ما فيها في أنواعها المختلفة وليس حتى على الكورونا كلها متكفل بإجراءاتها سواء كانت الوبائية والمحلية والعالمية والدولية، مركز مكافحة الأمراض هو الخبرة الاستشارية، هو بيت الخبرة في ليبيا، ولكن أن تصريحات مثل هذه التصريحات وخاصة مع انتشار فيروس كورونا في جنوب الليبي ولابد من المركز الوطني أن يكون في المقدمة، لابد أن يأخذ بزمام الأمور من خلال المنظمات الدولية والإقليمية كما فعلت باقي دول العالم. نتابع مركز الحميات في مصر لم يصرح مثل هذه التصريحات، ربما مصر الآن يتجاوز العدد فاق المليون وعدد الوفيات كبير جدا ولكن لم تصرح مثل هذه التصريحات، ربما أن العدد لا يتجاوز الألف وعدد المتعافين ربما وصل إلى 300 أو يزيد، ولكن لم يصرح مركز الحميات في مصر رغم أن حالات الوفاة متعددة ورغم أن حتى الإحصائيات التي تصدرها وزارة الصحة المصرية بحسب تعبيرات منظمة الصحة العالمية غير دقيقة وأن العدد يفوق هذه التصريحات وهذه الأرقام، ولكن شاهدنا مركز الحميات قائم بدوره وفروعه بكل ليبيا، ما بال المركز الوطني الذي لديه من الخبرات والكفاءات والذي أكثر من 15 فرع بشرق وغرب وجنوب البلاد. اليوم سيد معتز من خلال مقابلة الدكتور بدر الدين قال بكل صراحة حقيقة الوضع سيء والفوضى قد تؤدي لأكثر من ذلك والتقصير يقع من الطرفين المواطن والحكومة، وتقديري أن عدد الوفيات سيكون كبير وسيخرج المرض عن السيطرة وتكون هناك مشكلات كبيرة، هنا نقوص الخطر لما يحدث. يعني اليوم نقولها للليبيين يوتوا نفسهم لكارثة لو ملتزموش ولا كيف يا معتز؟ بالضبط فهمونا، انتم وزارة صحة الناس تاخذ في كلامكم وتمشي عليه، فهمونا تصريحات اعلى الهرم السيد بدر الدين. نعم، الشعب الليبي ادرى شعب واوعى شعب صديق بالرغم من الخلافات وبالرغم من تصرفاتي، ولكن كما قلت لك نحن نقترب على باقي دول العالم المستقرة، سواء كانت ازدحامات على المطار، حتشاهد عماد في عيد الاضحى كيف يكون المطار، اي وباء تتحدث عليه هو مش قادر يحصل حق سعر مصرف السيوله الخروف العيد لعياله، كنت بتقول لها ضيع ان كورونا، كنت بتقول لها كذا. نحن نختلف على جميع بلدان العالم سواء كان في اوضاعنا الوبائيه او حتى في اوضاعنا المعيشيه المختلفه. إذ كان رغيف الخبز عجز المواطن عن سداده، كيف تحتاج انك تقول له وباء يقول لك نبيت ميت ومت من جوع ولا غيره، ولكن هذا كله ان الوضع اصبح خطير جدا. الوضع الان الوبائي بدا بالانتشار وخاصه تم نفرض عزل المدن، الوضع الحالي يحتاج الى عزل المدن، هذا حقيقه وهذا هو الجانب الحقيقي. لكن انك تقول للمواطن نعول على المواطن حقيقه في وعيه وفي مشاعره وفي عواطفه وايضا حتى في اثناء الاوبئه والامراض، ولكن الوضع المعيشيه سواء كان في الازدحام على الوقود والغاز وغيره والمصارف والسيوله وكل هذه المشاكل الحياتيه، اصبح المواطن لا يبالي سواء كان بوضع وبائي او وضع معيشي او حتى اوضاع سياسيه او حتى تصريحات المسؤولين، ربما ملل حتى من وعود المسؤولين حتى نكون صادقين، ولكن بالنسبه لبدر الدين النجار عليه ان يتحمل مسؤولياته، وهو الجهه المهنيه المختصه في هذا الشان ليست وزارة الصحة، وزارة الصحة تأخذ من خبراء منظمة الصحة العالمية وأيضا من المركز الوطني كجهة المسؤولة أو بشكل رئيس عن الأوضاع الوبائية في ليبيا. على بدر الدين النجار وأنا أحترمه وأقدره وكذلك الخبرات الموجودة لدى مركز مكافحة الأمراض، وأنا لست بغريب عن مركز مكافحة الأمراض أعرفه منذ كثير، ولكن بدر الدين النجار القفز الآن في هذه الظروف وفي هذه الأوضاع وكانت السياسية والعسكرية أو حتى المعيشية والوبائية صعب جدا، ربما في مرحلة توصف والله حتى لا أريد التزريح بالدكتور بدر الدين نجار، أنا أحترمه ولكن
هذه تصريحات غير مسؤولة. علي أن يتولى زمام الأمور، علي أن يتواصل مع منظمة الصحة العالمية لديها مكاتب الطبية سواء كان في تونس أو غيره، علي أن يأتي بخبراء ونحن لدينا من الكفاءات، وأيضا للعلم أن مركز الوطني لمكافحة الأمراض لديه من الخبرات والكفاءات المدربة على أعلى مستوى في الخارج. نحن نتابع المركز الوطني لمكافحة الأمراض منذ سنوات، هو لديه من العديد من الخبرات والكفاءات المدربة على أعلى مستوى، ولكن ربما نقص الإمكانات أو حتى الموارد المالية التي أثرت تأثير كبير على مركز مكافحة الأمراض، ولكن كما قلت لك لا تعول على المواطن كثيرا، لا تعول على وعي المواطن، برغم أنه واعي جدا ويدرك خطورة المرحلة ويدرك ما هو الوضع الحالي في البلاد، ولكن الأوضاع المعيشية أثر تأثير في ظل جائحة كورونا. الدكتور بدر الدين في سؤال أخير أخوي معتز قال أن التقصير من المواطن والحكومة، هل نفهم بأن يعني التقصير منكم كما أكد دكتور بدر الدين، تحدثنا عن الحكومتين يعني بشقيها وفاق ومؤقتة، ولكن هنا وضع التقصير على الحكومة والمواطن، كيف ترى المركز الوطني بكل صراحة، هل هناك تقصير منهم؟ نعم، عماد الكورونا لا تعرف وفاق ولا مؤقتة، صحيح ولا تعترف بالحدود، ولكن بنقول لك شيء بالنسبة لأوضاعنا نحن كحكومة الليبية، وأنا مسؤول عن كلام بقولك كل مركزنا ومركز عز السريري والحجر الصحي والفرق الرأس والتخصي ودخول العائدين من الخارج والطرق المنظمة من خلال الإشراف وكان من خلال اللجنة العليا المكلفة من القائد العام الذي على رأس الفريق النظوري ووزيري الصحة والداخلية وأيضا اللجنة الاستشارية الطبية، نظمنا عمل دخول العائدين من خارج وسيطرنا عليها بالكامل من خلال المنافذ الدولية والبحرية والجوية من 2-2، ونحن مسؤولين على هذا الكلام، ولم تسجل عندنا حالة إلا عندما دخلت سواء كان المرتزقة، وأنا أكيد حتقول أنت حتسيئ في المرحلة، ولكن هذا ليس تسيئ في المرحلة، ولكن هذا الواقع. سيطرت الميليشيات على المنافذ في الغرب الليبي ودخول المرتزقة وغيرهم من أدخلوهم بدون حد صحيح، إن العائدين الليبيين العالقين بالخارج هو من أكثر تأثير كبير وهو ما سبب في ما فيه نحن اليوم من انتشار جائحة كورونا. نعم معتز طرابلسي، لابد من السيطرة على الأرض قبل فيروس كورونا بالجو، هذا الواقع. نعم معتز شكرا لك لصراحتك وتوضيحاتك المهمة في هذه الحلقة. معتز طرابلسي مدير دائرة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، ملف كورونا حاولنا ننهوه في هذه الجزئية، وتو نمشي لجزء آخر من حلقة اليوم في موطني. يقولوا دار النجار بلا باب، وهذا تحديدا اللي صاير لجدابية اللي فيها خزان من أكبر الخزانات اللي توزع في مياه النهر على معظم المدن الليبية. جدابية من غير مية بالضبط، اللي فيها الخزان من غير مية، ومناطق من جدابية من غير مية. السبب وليش الناس قاعدة هكي، وضعف المية، ويعني منطقة زي ما حتسمعوا في التقرير، المنطقة اللي مقطوعة فيها المية منطقة ما هيش متعلية، منطقة انسيابية، يعني المواطن مش محتاج لمضخة المفروض باش ياخذ بها المية لبيتها. لكن اللي صاير ان تعالوا خلي شوفوا التقرير وش نجي في التقرير بالضبط، وبعدين نرجع ونكمل. سودان تذهب محاولات المواطن أبو بكر سعيد لشفط مياه الشرب في هذا الحي المسمى حي أبو كنيشة في مدينة جدابية، والذي نفذت فيه شبكة حديثة لتوصيل المياه، وفي منطقة يقع فيها أكبر خزان لمشروع النهر الصناعي الذي يغذي مناطق ومدن عدة. طبعا المعاناة اللي نعانوا منها نحن هنا في موضوع المياه، موضوع المية هذه قصة طويلة بصراحة، وتم التعاقد على الخط اللي يجي لحي أبو كنيشة، وللأسف جدا الشركة أو التشاركية اللي اشتغلت الخط بالخط العريض نقولوها سرقت الخط، لنا شهور ما شفناش المية هذه، والمية هذه إذا كان مالكش داير مضخة، نحن في منطقة انسيابية المفروض المية تجينا انسيابي، إذا كان مالكش داير مضخة ويولى جارك مضخة أنت معاش تحصلها. رد المسؤولين في شركة المياه جدابية كان من خلال زيارة لموقع خزانات المياه الفرعية، ولتفقد الواقع الراهن لغرف التحكم وما آل إليه حال المعدات في هذا الموقع، وما نتج عن التوصيلات غير الشرعية والاحتداءات المتكررة على خطوط الشبكة.
في ناس بدين على شبكة المية الشبكة الرئيسية، وفي بعض السيارات الحواشين يعبى من الحواشين، السيارات يعبى من الحواشين، وفي حلول نطلب المسؤولين يتحركوا معنا شوية كاي، وهذه جابية وقاعدة بالمية تعاني مش المية، حتى مشكلة من خزان النار عندنا في مشكلة، خزان النار بوضعنا الجابية تسرب من بدء الخزان مش من قبل الخزان، عالقينا من خط بغازي، خط صغير مش خط كبير يعني، وعنده تربونتين خزانين، خزان واحد والثاني مسكرناه لغينا بكل، تحل تربونتين طلع على الجابية كلها مفيش مية، فحطنا يتعاني من جميع المشاكل، أول حاجة الأزل كرر عطلنا، مفيش أزل كرر، الكلور مسحوق معالجه وتوب ما فيش اي مسحوق وميه ماشيه على السبيل عادي، وتعاني من صيانه جوانيه داخليه ما فيش ولا حاجه، حمامات ما فيش صيانه، فيش اناره، ما فيش الخزاني بصيانه. وعن المشاريع التي تم التعاقد عليها سواء عن طريق المجلس البلدي او تلك التي اقرتها الحكومه المؤقته، اجاب المكلف بشركه المياه والصرف الصحي جدابيه قائلا: وفي مشاريع أخرى تم التعاقد عليها عن طريق الحكومة الليبية المؤقتة من بلدية جدابية، وهي مشاريع توصيل فتحات لبعض الأحياء اللي هي شرق مدينة جدابية، وفي مشروع آخر تكلمنا عليه الفترة اللي فاتت مع عميد البلدية أن يتم توصيل فتحة من النهر لخزان جدابية للخط المغذي لمدينة جدابية. عمر الفاخري، قناة ليبيا، جدابية. جاناكم من جديد مشاهدينا الكرام، خلينا نستقبل مع بعض الأستاذ بوبكر القرقعي أحد ساكني حي بوكنيشة بجدابية. سيد بوبكر السلام عليكم. السلام عليكم. سيد بوبكر خليني في البداية نسألك، أزمة المية من أمتى بدت تحديدا عندكم في الحي؟ اسمعني من التليفون بعد إذنك أستاذ بوبكر. نعم نسمع فيك سيدي. قلت لك هذه الأزمة المية عندكم أمتى تحديدا بدت عندكم في الحي؟ طبعا أزمة المية عندنا في الحي، أزمة المية عندنا في الحي من فترة. الفترة هذه من أمتى يعني؟ كم لها سنة؟ أزمة المية طبعا من فترة بادية عندنا في الحي، والأزمة هذه نتيجة ما يقوموا به الناس. طبعا أساس المشكلة هي من الشخص الشرقية اللي نفذت الخط اللي يغذي في الحي. نعم. الخط هذا تم التعاقد عن طريق المجلس البلدي جدابية، وعلى أساس أن الخط هذا يكون الحي بوكنيشة اللي هو 101 سكنية، هو تجمع سكني حي بوكنيشة بجدابية، تجمع سكني من مجموعة شقق حوالي 100 شقة بالإضافة إلى 75 شقة بالإضافة إلى 50 شقة بالإضافة للمساكن الحاضرة به. فهو حي كبير حي بوكنيشة، وتم التعاقد على خط المية، لكن للأسف جدا أن الشركة اللي نفذت الخط نفس ذاتها بالضمير ميت، ما فيش ضمير، والخط تم سرقته وتم يسرقوا فيه وجروا فيه للمزارع اللي برا، ونحن المواطن قعدنا في معاناة. النقطة الثانية أن تنفيذ الخط ما تمش تنفيذه بالصيغة الصحيحة أو بالصيغة الصحيحة حسب ما راسم المهندس، تم اللعب في الخط على اساس يقدروا يوصلوا منا للمزارع بتاع اصدقائهم واللي هم واخذين فيه الفلوس، نقول الكلام هذا بالخط العريض. نعم. وللاسف يا استاذ ان نحن في مدينه جدابية في محرقه، المواطن الجدابيوني في محرقه، من المويه، من القمامه، من كل شيء، مشكله المويه اللي نعلمنا في معاناه، سياره المويه ب 130 جنيه. من اللي عنده 130 جنيه تو في الوقت هذا باهي انا ممكن نتصرف، وعندي في غيري ما عنداش، في عائلات ايتام، في عائلات متقاضى في مرتب ضمان اجتماعي، في نساء وحاجة قاعدات بدون رجال، كاين مسكينات كسكنات في حوش ما عندهمش من يجيب لنا المويه، خط ميه جاي للمواطن. هذا المفروض السيد نحن السيد عميد البلديه، ولعلمك ان عميد البلدية أو رئيس المجلس التسييري البلدية جداد يا جاري، لو نفتح شباك شقتي تو نشوفها بالعين، نشوف حوشة بالعين، قاعد كل شيء قدام عينه. آخر شيء لما نحن
عن طريق قناة كمؤقرة، وشكم كل الشكر وكل التقدير. القناة هذه بصراحة لها كل الشكر وكل التقدير أنها جت ووضحت معاناتنا. لما نعت صار معنا اللقاءات وصار الانتقال وصار البرنامج، بس بيشتحرك السيد عميد البلدية أو رئيس المجلس التنفيذي، وكلف لجنة فيها الأخ جمال الفرجاني اللي هو واحد من جماعة شركة المياه والصرف الصحي. جمال التجوري ولا الفرجاني؟ نعم، جمال التجوري ولا الفرجاني تقصد؟ جمال الفرجاني الشخص هذا يستحق يا أستاذي كل التحية وترفع له القبعة. شخص وطني، الراجل هذا والله لولاه راهو قتلنا العطش بصدق وبأمانة. يشتغل وراهو نوريك ما فيش يوم من الأيام السيارة اللي مسلمينها ليش يودوا كورس عليها وياخذوها منا، وسيارة يخدمها في جدابها ويمشي من الخزان اللي برا ويفتح ويخبط علينا ويقول شوف وجدت المية والله ما جدش. بصدق وبأمانة جمال الفرجاني، جمال الفرجاني. بالنسبة لشركة المياه والصرف الصحي في جدابها لهم كل التحية رغم قلة الإمكانيات. نعم، خليك معي سيد مبكر أنا وياك. خليني نستقبل السيد جمال التجوري رئيس قسم المياه بالشركة العامة للصرف الصحي جدابي. سيد جمال السلام عليكم. سيد جمال مرحبا. سيد جمال حاولونا شباب مع جمال مرة ثانية. نرجع للسيد مبكر. سيد مبكر أنت ما عطتنيش تاريخ معين، نبي نعرف هذه الأزمة يعني كم لها سنة؟ هل لها سنة اثنين تعانوا منها من فترة طويلة باش نعرفوا تسلسل الأحداث وليش لغاية اليوم ما انتهتش هذه الأزمة؟ بس تسلسل الأحداث يا سيدي الفاضل فيما يخص هل الأزمة اللي نحن نعم هل الأزمة اللي نحن عايشين فيها، الأزمة هذه نحن عايشين فيها من 2006 لما استلمنا الحي الشقق نتاعنا هذه من المصرف التجاري. من 2006 نحن عايشين الأزمة هذه، لكن تعزوا انحلت الأزمة عن طريق شركة المياه والصرف الصحي وركبوا لنا دفاع وتم كل يوم الدفاع يجي واحد على يساتي ببجنس وبيغيره وبرنامج كيف هذا. المهم آخر شيء قدمنا طلب للسيد عميد البلدية، وكان الوقت أذكاهي واحد ثاني للتسييري، وقدمنا له طلب وكشف اسم السكان وتوقيعات الحي على أساس يديروا لنا حل في المية. فسلموا الأزمة، هي الأزمة عندنا من 6 شهور تقريبا. الأزمة قائمة معنا، هي الأزمة في شدتها من 6 شهور. نعم. وكلفوا شركة على أساس الشركة هذه تقوم بجيب الخط للسيد هذا المقاول اللي خذا الخط واشتغل الخط. للأسف جدا، للأسف للأسف للأسف، يا ويلة من ربي الصراحة، يا ويلة من ربي. هذا نحن ناس موظفين وناس يأخذوا في مرتبات وناس، وهو متوسع جيعاني شبعاني فك الجيعان في فك بطني. هذه المشكلة، وما زلنا الآن المشكلة في الصبح إذا كان الساعة 6 ونص، وولحت المضخة وسحبت وحاولت، وممكن يصير منها وممكن يصيرش منها إذا كان تم جاري مولعش المضخة بتاعها. للأسف هذه معاناة يعاني فيها حي بوكنيشة، والمشكلة أن عميد البلدية موجود في الحي ولد الحي عميد البلدية. أنت تكلمت على السيد جمال الفرجاني وقلت فيه كلمة حق وكلمة طيبة. معنا السيد جمال، خلينا نستقبله مع بعضنا. سيد جمال الفرجاني رئيس قسم المياه بالشركة العامة للصرف الصحي جدابية. سيد جمال السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بك يا أخي. مرحبتين بك. والله سيد جمال أنا نفرح لما يخش معي ضيف والناس قالوا فيه كلمة حقه وشكروه، حتى الحوار يبدأ يعني ما فيش أي سجالة هنا، لكن حواري معاك على هذه الأزمة، أزمة حي بوكنيشة ببلدية جدابية من 2006 لغاية 2020. 14 سنة توالت حكومات، تغيرت أنظمة في الدولة، ولازالت هذه المشكلة لم تنتهي. ما الحل سيد جمال لإنهاء هذه المشكلة نهاية تامة، وأيضا لا تكون هناك حلول تلفيقية لفترات معينة؟ السلام عليكم ورحمة الله. مرحبتين بك سيد جمال. يا أخوي المشكلة مش حي بوكنيشة فقط. نعم. المشكلة حي الجدب بالكامل تعاني مشكلة المياه.
وكانت عالية جدا فترة طويلة. وتعاملت كمان تعاملت تعاملت اتصالي بعميد البلدية في ايطاليا. وجاء عميد البلدية في ايطاليا وورد جو معايا وبعدين عميد البلدية في ايطاليا مع الاسف الشديد ما عادش كان بكذا في مكان حتى تشتغل تلعب ممكن ما ردش عليا. وفي الحاجة المشكلة المهمة نعاني منها في شبكة الخط الرئيسي بتاع ايطاليا. المشكلة من الخط الرئيسي نفسه يعني بتاع اجدابية. خط رئيسي خزان المسيوب الرئيسي بتاع الرئيسي بها مسيوب ضعيف لوين فينا. نعم. عندنا خزانين 13000 مكعب 13000 مكعب خزانين. الخزان ما فيش مية بكي. المية فينا من خزان الله الرئيسي الخزان اجدابية ضعيفة. ولأن أنا مثل المية المية ضعيفة وفي سلاك نجد ناس سلاك على السلك الرئيسية. نعم. اليوم سيد جمال يعني المشكلة وين؟ هل المشكلة في مكتب عميد البلدية؟ المشكلة في وزارة الحكومة؟ والله حلول في حلول في حل الحرس البلدي يجب العميد البلدية يتكلم بحرس البلدي يقدر العميد البلدية يجيب في حلول عنده حلول العميد البلدية عنده حلول كان عنده إمكانيات لكن في كله مش إمكانيات ما عنده إمكانيات بح نبو نتبعوا احنا هذا الموضوع هذا سيد جمال وحدة بعض السيارات المية سمح الله المؤمنين قليل محلات يطبخوا في المية في الشارع يعني نتوى طيحين على غسيل السيارات جديدة على حوشين يعني غسيل سيارات يطبخوا في المية وفي سيارات المية يعرض المية عندي حي 7 أكتوبر عندي مزوعة ما فيش المية بكت هذه معرضية السيارات كبيرة يعرض المية فهمت عليك وكانت مركز حي ممكن إنشاء عبط عقد مع عميد البلدية زغفين ومكلف المعلم تعالي مبروك عبد الروك هو مكلف وهو مسلم عن مشروع عبد البكر نعم ومع كلام العميد البلدية لا في الناس مش مؤسسين ومش مجهزين المشروع عبد مبروك تعالي مبروك مبروك عيلت مع عبد مبروك عاو يسلم ودفع كيس تعالي مبروك وتقحت نوية حي مبروك حي ممكن إنشاء لحسه وما دار شي حي ولا تستدري مرجع تبوكها لو مش عليك انت بس حتى معنا احنا نحاولوا معاه عميد البلديه لنا فتره وما ناش عارفين نوصلوا فيه ما يردش على التليفون مشكل انا حكيت معاه عاد عندي سياره شعبي عام طلبت منه كلمت امر ولد عمه يكلم باش يرد علي يرد علي ولد عمه وقلت عندي سياره وانا سياره شركه وعندي بيت اطلعها في سيد جمال اعطيني شويه كلمه معاك نبي نوضح كلمة لسيادة العميد سيادة العميد البلدية يعني أو رئيس اللجنة التسييرية أنت موجود بحكم القانون 59 لسنة 2012 المتعلق بالإدارة المحلية هل تعلم يا سيادة العميد فحوى هذا القانون هل قريته كويس هل تعلم أنك أنت رجل خدمي الخدمي يعني أنت على تواصل مباشر مع المواطن هذا الجانب الخدمي بتاعك أنت اليوم بحكم القانون رئيس دولة اجدابية رئيس دولة اجدابية يعني اليوم لما يتصل بيك السيد جمال الفرجاني رئيس قسم المياه بالشركة العامة هذا وزير المياه عندك في دولة اجدابية هذا بحكم القانون لما شخص مسؤول على أهم حاجة وجعلنا من الماء كل شيء حي مسؤول على أهم شيء المية ما تردش عليه معناه أنت شنو داير مع الباقي إذا كان أنا غلطان فيك قدام السيد جمال وقدام السيد مبكر وقدام المشاهدين كلهم نوجه لك الدعوة انك انت تكون ضيفي يوم الاربعاء الجاية نحكوا في هالأزمة وفي هالقصة وبارك الله فيك ورب يعينك ويوفقك سيد جمال اليوم لو تكلمنا بشكل علمي بعيدا عن من المسؤول بوجهة نظرك وبحكم خبرتك في هذا المجال ما هي الخطوات الأصح والأنسب لإنهاء هذه الأزمة فعليا؟ اول حاجه في مفروض يكون في ارتفاع في ضغط الميه والخط توصيل جديده من الخط الرئيسي النهر اجدابيه الى خزان اجدابيه اللي هو المراهي نعم ثانيا حتى في شبكه محفوره في شارع شارع طرابلس مكسوره بخط الميه 300 لها تريد شهر لحتى ما تم تصليح بتاعها نعم تم حفر خط 200 خط 300 تم حفر وتم مدرع الهواء قاعد مكسور يشرب لحتى ما تم تصنيعه حفر ليش على النجل البلدية هو شافها بروحه ما جاش قاعد تم تصنيعه نعم وسكر الطريق حوله كنت
عميد البلدية حيكون معنا سيد جمال يوم الأربعاء وحنكمل الحلقة. ممكن إن شاء هذا نزل مذكرة وعندنا تم تكليف مدير شركة المكلف. تم تكليفنا على الأستاذ عبد العزيز. نعم. في تم تكليف حق مكنشة حق مكنشة تم تكليفنا تم تكليفي وتم تكليف عبد العزيز الظباهري. أما تم تكليفنا وعدينا حسبنا الخط بالكامل في أخطاء وتمينا وقدمة التقرير بالكامل. بكرة حيسلم العميد المدينة كان تم مضمون دخلنا. تمام. وسيد جمال وجالك أيضا دعوة أن تكون معي في مداخلة للتوضيح يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله مع سيادة العميد إن وافق على الدعوة اللي وجهتها على الهواء. وأعيد وأكرر الدعوة مرة أخرى سيادة عميد بلدية جدابية أو رئيس اللجنة التسييرية لبلدية جدابية أنت مدعو أن تكون ضيفا معنا في حلقة الأربعاء القادم باش ننهو قصة هذه المشكلة مشكلة المياه اللي قاعدة تتلفق تلفيق وغر مشي هاليامات. لا نبوي حل جذري وشين الطريقة الأنسب وحنتواصل معها خطوة بخطوة معك. مشاهدينا الكرام نمشوا فاصل قبل ما نرجع لآخر جزئية في حلقة اليوم من برنامج موقف. تفكيرنا في اليوم جزء من تفكيرنا في بكرة. المية اليوم موجودة بس بكرة ممكن ما نلقاهاش. زي ما تفكر في مستقبلك فكر في مستقبل غيرك. كلمة مني وكلمة منك نحمو بها النهر. نحمو مستقبل الجيل اللي جاي. فكر فينا فكر فينا فكر فينا فكر فينا فكر فينا فكر فيهم فكر فيهم فكر فيهم فكر فيهم فكر فيهم. فيروس كورونا هو فيروس يصيب الإنسان والحيوان. ينتقل فيروس كورونا خلال الاختلاط المباشر بالمصابين، الرداد المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، لمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العين. المريض بالفيروس سيشعر بحمى، سعال، ضيق في التنفس، احتقان في الأنف والحلق، وإسهال في بعض الحالات، وفي الحالات المتقدمة فشل تنفسي. وحيث لا يتوفر حتى الآن علاج أو لقاح لكم من جديد مشاهدينا الكرام. وتوا نمشوا مع الزميل مالك ابو خطوه وشوفوه وين بيرفعنا اليوم. مالك السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم سليم بك عمده واليوم سليم بكافه مشاهدين برنامج موب. مرحبتين بك مالك. اليوم حنشوفوك وين ترفعنا وانا قاعد نسمع فيك وكلنا اذان صاغيه. تفضل مالك. شكرا صديقي. اهلا وسهلا بك. اليوم سليم بك مشاهدين الكرام في فقرة بلديات واللي نسلط فيها اليوم الضوء على بلدية مهمة جدا
واللي هي تقع في الشرق الليبي واللي هي بلدي درنا، هذه اللي معروفة بجمال سكانها وعراقتها وتاريخها في ماضيها المليك كله باليسمين والزهور وين ما تمشي في شوارعها. هننتقل على طول لبلدي درنا وتحديدا من البوست اللي كان مليء بالتعليقات من قبل أهالي مدينة درنا واللي سلطنا الضوء عليه تحديدا مش نعرفش إن هن المشاكل المتعلقة عند أهالي مدينة درنا. هننتقل على طول للبوست واللي يقول استقبل عميد بلدية درنا سيد المستشار عبد المنعم عبد الرحمن الغيثي مسؤول نادي الاتحاد الفتايح درنا، وبحضور السيد المستشار القانوني ببلدية درنا المستشار عبد الوهاب الحرش. والهدف من هذه الزيارة الوقوف على آخر المستجدات والتباحث حول قطعة أرض المملوكة لصالح مؤسسة نادي الاتحاد الفتايح، كما ناقش الحضور وطالبوا على ضرورة تلبية رغبات وسكان شباب الفتايح بإنشاء ووضع حجر الأساس لنادي الاتحاد الفتايح، حيث صرح عميد البلدية من جانبه أنها قريبا يتم تدشين أو وضع حجر الأساس لإقامة مشروع نادي الاتحاد الفتايح درنا، كما صرح أيضا أي مشروع لنادي الاتحاد من ضمن مشاريع الاستقرار في المرحلة الثانية خدمة لصالح الشباب والنهوض بالرياضة، كما أثنى مسؤولي نادي الاتحاد الفتايح دورهم ودور المهم الذي يقوم به عميد البلدية درنا حول آخر التطورات في مجال إعمار مدينة درنا، وعلى رحابة صدر كرم ضيافته لاستقباله لنا ولأسرة نادي الاتحاد، نشكر على دعمه المباشر. أيضا من ضمن ما أضاف البوست واللي هو قال صرح عميد البلدية أو قاموا الشباب نادي الاتحاد بتكريم كل من عميد البلدية درنا المستشار عبد الرحمن الغيثي والمستشار القانوني بالبلدية تقديرا وعرفانا، يعني كلام من هذا الكلام. هننتقلوا على طول إلى التعليقات اللي كان فيها جانب كبير من المواطنين. شين قالوا المواطنين؟ قالوا بالتوفيق، واللي كانت من عند أحمد محمد عبد السيد اللي حنبدو من تعليقه، قال بالتوفيق إن شاء الله لكم جزيل الشكر، تقدير لكم جميعا على هذه المجهودات المبذولة من أجل الوطن الحبيب ليبيا العربي واستقرار أمن ومدينتنا. طبعا نحن البوستات كيف مهنا مفهوم. هننتقلوا على طول للتعليق الثاني اللي لفت انتباهنا واللي كان من محمد، قال يا عميد البلدية أشقب الصرف الصحي والبنية التحتية والقطران، درنا قريب، درنا قريب تقعد كلها بيستا أعمر مدينتك وأشقب شريحة الشباب اللي كلاهم الملح خلاص وهام كوريا. أنا كان في هجوم كبير على بلدية درنا وعلى تحديدا على عميد البلدية بأن الصرف الصحي منتشر ودون أي جدوى من قبل البلد. حسين أبو حسين قال عمار يا درنا من لجنة استقرار مدينة درنا وعميد المستشار عبد الرحمن عبد الرحمن الغيثي، سوف يسجل التاريخ كما كانت درنا وكيف سوف تصبح بعد أن كانت دمار، وسوف يفوح راحة جمال البصر من وطنيات عبد المنعم عبد الرحمن الغيثي، الله يباركك في كل خطواتك. ولا درنا شنقال قالوا أشقوا بالمرتبات مالكم ومال الملاعب، التعيينات الجديدة كلها شباب ومازال ما قبضوا ولا راتب، مش وقت ملاعب بكل أول نشاط رياض. وأنا بدأ الاتهام إلى بلدي درنا، بالباين أن المرتبات مش ذات، والصورة هذه هي أبلغ من الكلام، أن البلدية الواضح أنها هي تعاني من مشكلة كبيرة في الصرف الصحي. يعني المية كيف ما قاعدين نحن نشوف كيف ما نشرب إبراهيم الشعري التعليقات، يبي البلدية تفضل باش يديروا حل سريع وجذري، أن المية مالية الشارع ودائرة كيف اللي مضايق حد السكان. هننتقل بعدين على طول إلى فوزي الحصادي، قلب التوفيق إن شاء الله نورين الشباب بإذن الله من أفضل الإنجازات في المدينة. فنحن نشوفه في من يشكر وفي من قاعد تحت مصيبة واللي هي الأمية كيف راح الشارع. بالنسبة لصيانة كهرباء منزلية قال أنا ضد كسر المجاديف، لكن الأجدر بكم الفترة هذه بالذات تأجيل كيف هذه الاجتماعات بخصوص الرياضة أو الأشياء الغير مجدية حل بلادي بك. أنا صاحب محل وناس أقسم بالله العظيم يوميا يجي يبيعوا بأثاثهم المنزلي
والله في حتى اللي يبكي ويقول خذوها خليها حتى عندك، تبي مصروف للعويلة والله حتى يومي لفلوس انتعات النادي ولا التسهيلات الرياضية، حطوهن في مدرج رواتب الناس كقرض وردوهن في وقت آخر. راعوا ناس والبيئة البسيطة عصرانا، راهو الضغط يولد الانفجار، وهذه أمانة على أعناقكم، وراهو كل استمرار كان استمر الوضع شوية أغرى هيكثر الحالات الضغط والسرقة وربما حتى القتل. نسأل الله أن يعدي الفترة الجاية والعصيبة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سامحوني اللي قريب من الناس مش كيف اللي يسمع فيه. بين التعليق بتاع صيانة الكهرباء المنزلية واضح وإن شاء الله يوصل لعميد البلد. هننتقل بعدين إلى حنان سالم، قالت الكورنيش العريان اللي سيرتوه بعد كسرتوه شن قصته ولا في الهواء أي غيرة. كريمة أو كريم قال ديروا لهم حافلة يجوا يتمرنوا في الأفريقي، وبحق النادي عاطوا رواتب الناس والمجاري اللي طبعا عشر. أيضا حنان سالم قالت مشروع الحديقة اللي بدأ ووقف، هل فما زي الكورنيش إيش قص؟ تعليق اللي بعدها قال نحن في وادي وهو في وادي. وآخر التعليقات اللي كان معنا اليوم واللي هو المجاري في دارنا أكثر من مية الشرب الشارع، أول مكان في للوادي مش عارف كيف. الباين أن دارنا تمر بمرحلة صعبة جدا، وأن البلدية تحاول أن هي تسلط الضوء على أماكن وأماكن لا مش قادرة أن يتسلط عليها، والواضح أن نحن لازم نناقشوا المشكلة السريعة الجذرية جدا هي قصة مجاري حكاكم اللي لازم أن نحن نركض عليها. هذه رسالة لك يا عماد أن نحن في حلقات غير ركض على بلدية دارنا تحديدا، لأن الناس تشكي من قصة الرواتب إضافة على هيك أن هي قصة الصرف الصحي. فإن شاء الله يا رب نكون سلطنا الضوء ووصلنا صورة المواطن البسيط اللي يكتب من وراء شاشة. وإضافة إلى ذلك يا مالك أنك أنت حتى في حلقة اليوم في المقدمة حسيت الابتسامة الواحد، إضافة حتى العرق حن شكل الحنين، الحنين يشيلك إلى درنة. طبعا 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 عاصمة الفنون اللي نسميها والناس الواعية والمثقفة، وبارك الله فيك يا مالك نورتنا اليوم وتحياتنا لكل أهل درنة ولكل أهل بخطوة حتى. شكرا صديق الله ديما يبارك فيك مالك، يبارك فيك. شكرا مشاهدينا الكرام، نمشي لآخر فقرة اليوم عندنا وآخر جزئية حنتكلموا فيها على قصة صارت في هون تحديدا. هون بلدية الجفرة عملية قاعدة تستمر، عملية إزالة وهدم لأحد الأحياء العشوائية، وزي ما يعرفون الناس غاليكاية اسمها حي البناية. طبعا تم بإشراف إزالة الحي مجلس الحكماء والعيان والفرع البلدي وحراك شباب هون بالتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة. القصة وليش تم هدم هذا الحي، تعالوا نقول لكم. اليومين اللي فات الفترة اللي فاتت إن هذا الحي يعتبر فيه حي مليء بسوق مخدرات وشرب ووكر دعارة وإجرام وسحر، وطبعا من جنسيات أجنبية وكل شيء. اليوم يعني هذه القصة اللي صايرة لها فترة، لكن لغاية ما صارت طامة كبرى وصارت عملية وفاة لأحد الشباب أو قتل لأحد الشباب حسب ما وصل لي، اللي سخن الناس والأهالي وطلعوا هدموا هذا الحي. تعالوا نشوفوا مع بعضنا، نتابعوا التقرير ونرجع لكم نكملوا في هذه القضية. قامت الجهات المعنية في مدينة هون ببلدية الجفرة بحملة هدم وإزالة لأحد الأحياء العشوائية بالمدينة وهو ما يعرف بحي البناية. رئيس مجلس أعيان المدينة صرح بأن عملية الهدم جاءت على خلفية معاناة المدينة منذ عشرات السنين من وجود هذا الحي، حيث يشهد انتشارا للجريمة والممارسات الغير قانونية. بعد معاناة أهالي مدينة هون من عشرات السنين من إحدى أحياء المدينة ويعرف بحي البناية الذي يعتبر أحد أوكار الفساد، ولكثرة الجريمة والحرابة وأعمال القتل أخرها قتل أحد أبناء مدينة هون عليه، تنادى شباب مدينة هون وتم عقد اجتماع لمجلس الأعيان
بمدينة هون وتم إقرار إزالة المباني العشوائية وغيرها والغير قانونية بمدينة هون ومن ضمنها هذا الحي، وتم التواصل مع الغرفة الأمنية وغرفة عمليات الجفرة، وتم تكليف لجنة مشكلة من الكتيبة 128 والأمن الداخلي والشرطة العسكرية ومديرية أمن الجفرة، وتم الشروع في إزالة هذه المباني وتم رفع المخلفات. ونشكر جميع الشباب اللي تعاونوا معنا، وكمان نترحم على من فقدناهم أثناء هذه العملية في مدينتهم. وشهدت مدينة هون مؤخرا جريمة قتل لأحد أبنائها إثر تعرضه لعملية سطو مسلح من قبل خارجين عن القانون، مما أجج مشاعر الغضب في المدينة وتعالت الأصوات لإيجاد حل لمثل هذه الممارسات. فكانت جريمة القتل هي القطرة التي أفاضت الكأس. وطبعا الشباب لما خشوا، مش هذا بس، شكرا مصعب وشكرا مراسلنا من هناك، من هناك من هون والجفرة الغالية، نوجه له التحية صالح الأمين، وأيضا شكر لزميلة دريم بدر على قراءة هذا التقرير. عندنا أيضا في نفس القصة، وبعد ما خشوا احنا شفنا مراحل الهدم وعرفنا الأسباب وليش تم الهدم تحديدا، لكن تعالوا نشوف مع بعضنا نشوفوا شنو نقول داخل. تعالوا. السلام عليكم ورحمة الله. هذه كتيبة 128 مشاة، وهذا الأوكار متاعات الشادية وأوكار الدعارة، وتبارك الله الشباب قامت بالواجب ما شاء الله، وإن شاء الله ميزان للتقدم قدام إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. ونرحم أخوتنا أخوانا الشهداء كل منهم. أي مازال 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 في داخل مازال. هذا مصنع كان، هذا أوكار من الكلام، هذا أوكار خمورا، هذا الوكالة من الكلام، أنا معه 400 ومزال حبل عن شرار، هنين طلع شرار بدين قطاراتهم وراهم وراهم يتنظف يتنظف. وضيوفنا اعتذروا، ضيوفنا اعتذروا، في اللي بارك الله فيهم اعتذروا قبل الحلقة، خايفين ما فهمتش من شني. أنتم بدأتوا خطوة مهمة وخطوة ممتازة ونظفتوا الحي هذا وطلعتوا هالشرادة منا اللي بديرين العيب، بالعكس هذا شيء تشرفوا به وتفخروا به وتطلعوا وتتكلموا عليه. كنا نتمنى الكتيبة 128 يكونوا معنا، كنا نتمنى مجلس البلدية، لكن اللي ما سكرش تليفونه اعتذر وقال لك وفي اللي قالها عربية أنا خايف وفكني من الموضوع هذا مانيش طالع فيه. هل حيكون لي تبعيات لقدام الموضوع والناس خايفة من عودة هما؟ الله أعلم. عموما زي ما نقوله احنا في موطنين، لدينا في موطني أساسيات فريق الإعداد دائما نعمل عليها. البرنامج هذا عبارة عليه مثلث، ثلاثة أضلاع، الضلع الأول واللي هو الأساس المعلومة، الضلع الثاني المادة والصورة اللي كنا نشوفها فيها، الضلع الثالث الضيف اللي يوضح، وفي غياب أحد الأضلاع ترفض القضية أو ترحل لحين استيفاء باقي الأضلاع. قضيتنا اليوم كانت مفروض جاهزة، ولكن أحد الأضلع اليوم مش موجود معنا هو الضيف، لذلك هذه القضية لم تكن قضية ولكن خبر مررنا به في هذه الحلقة للتوضيح بما حدث داخل بلدة هون التابعة لبلدية الجفرة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج موطني. أتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة. ملتقانا يتجدد يوم الأربعاء القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. ذات الجمال يراه الحب مختزلا، لهيب الشوق مهتملا، كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا. يا ليبيا يا ألما، يا ليبيا يا أهلا، أهدي إليك حنايا